هدف مبكر الرجاء في الدقيقة 12 يمنحه التفوق من خطأ دفاعي طبعا، يمنحه التفوق على النادي الأهلي في الشوط الأول 1-0. في مباراة شهدت قبل انطلاقها إصابة عمرو السولية اللي وضح تأثير غيابه على وسط ملعب النادي الأهلي اللي استحوذ على نص الملعب بعد الهدف ولكن دون خطورة حقيقية على مرمى الرجاء المغربي. وضح أن الكثافة العددية في منطقة 18 اللي هي المنطقة الهامة لتعويض فارق الهدف دوت في منطقة جزاء الخصم كانت قليلة جدا جدا جدا. الشوط الثاني هنشوف حلول مستر موسيماني ايه، وهنناقش مع نجومنا الكبار بعد الفاصل هل ان وجود ياسر ابراهيم مكان عمرو السولية هل هو ده كان التغيير الامثل ولا كان ممكن يغير حد تاني، لان طبعا دلوقتي عمرو السولية اصيب وخرج بره القايمه خالص ودخل مكانه رامي ربيعه. مستر موسيماني حلوله ايه الشوط الثاني؟ هل هيلعب بمحمد شريف كراس حربه ثاني جنب بيرسي تاو ولا هيعمل ايه؟ هنروح لفاصل ونرجع بعد الفاصل نشوف اراء محللينا الكبار الفنيه على احداث الشوط الاول وايه اللي هيحصل الشوط الثاني. ارجوكم انتظروا. مرحب بكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين. كابتن علاء، هدف مبكر الرجاء اربك حسابات النادي الاهلي، بس خليني قبل الهدف اكلمك على اصابه عمرو السولية. اصابه عمرو السولية وخروجه بره القايمه مما دفع مستر موسيماني انه يحط بديل ليه او مكانه في الملعب ياسر ابراهيم. هل ده كان التغيير الامثل؟ هو بالتغييره دي انت لعبت ثلاث مساكين بس مدافعين، لكن اللي بيعمل الشقين مش موجود. يعني دايما لما يعني انت نص ملعبك يا عمرو، يعني ما اعرفش وجهه نظري طبعا، كل احترام لمستر موسيماني، كان يعني من وجهه نظري انا اكرم محمد هاني. محمد هاني يلعب ناحيه اليمين واكرم ناحيه اليمين مكانه نص الملعب، واكرم نص الملعب. انت كده هتحافظ على مش الشكل اكتر من الاداء. حمدي مش مجرد ثالث ورا ايمن او مساك ثالث، حمدي بيزودك هجوميا مظبوط وبيفتح لك المساحات احنا اتكلمنا عليها، واما بيجي يدافع يبقى عندك ثلاثه مساكين ما فيش فيها مشكله. صحيح. لكن هي بدي مستر موسيماني اختار ان هو العب بالثلاثه المساكين زي ما انا كويس، وهيخلي علي معلول هو اللي زي نص الملعب وبيتحرك براحته، وايمن اشرف هو دايما بيميل ناحيه علي معلول، وممكن يكون ليه جانب هجومي برضه مع ورا علي معلول فزياده هجوميه، مش يعني كتير اكتر من ان هو ادى حريه اكبر لعلي معلول. ممكن تقف نص الملعب، ممكن يقف طرف. محمد مجدي النهارده اتحرك كتير جدا في الملعب كله، بس هو في نقطه بسرعه كده دايما اللي عمل كل الدربكه دي عصبيه لعيبه الاهلي بعد الجول. هو دي المشكله اللي حصلت النهارده بعد الجول. انت معرض يجي فيك جول على فكره طب. لكن المهم الهدوء. اتمنى ان شاء الله الشوط الثاني يبدا بهدوء لان في مساحات كتير قوي في فريق الرجاء. صحيح. كابتن اسامه، ليه زي ما قال الكابتن علاء هدف الرجاء المبكر اربك النادي الاهلي وحسابات مستر موسيماني؟ طبعا. اولا احنا قلنا ان الجهد البدني اللي اتبذل في بطوله العرب وبالذات على السولية وحمدي فتحي هيأثر عليهم، وفعلا ده حصل مع السولية واتصاب، وربنا يستر على حمدي فتحي لانه لعبه ادي سابع ماتش في حوالي 22 يوم. الحاجه الثانيه، لما السولية طلع في نقطه مهمه جدا، الثلاثه اللي ورا ما بيعملوش الزياده العدديه اللي كان بيعملها حمدي لما بيبقى ورا. فانا وجهه نظري الشخصيه انه لازم يطلع واحد فيهم وينزل شريف ويلعب قفشه تحت راس الحرب، نلعب 4-2-3-1 لان حتى مش مؤثره في الناحيه الهجوميه قدام بيرسي تاو، بس اللي في ال 18 مفيش يعني بتتعمل بعض المحاولات بس مفيش خطوره كبيره، مفيش زياده، حتى بيرسي تاو بيطلع بره ال 18 مفيش حد بيكمل. هو لو واحد من الثلاث سردباكات طلع وطبعا تحديدا ايمن او ياسر وينزل شريف وقفشه يخش تحت راس الحربه، نعمل ايه؟ طيب ما هو انا وجهه نظري لازم ينزل شريف ويلعب 4-2-3-1. اولا هيحرر مجدي قفشه بدل ما هو مايل قوي ناحيه الشمال، هيبقى فمش محسوبه. فلو طلع لانه بدا بيتكلم على محسوبه، يبقى ايمن اشرف، لانه ايمن اشرف حتى برضه تعبان شويه، حتى في كرة الجون كان في نص الملعب قوي، وعلي معلول هو اللي رجع من ناحيه الشمال عايز يلحق يغطي. فدي نقطه. الحاجه الثانيه، في صربعة زي ما انت قلت بعد الهدف، في كمان زي ما قلت لك الشحات واكرم توفيق الجبهه مش شغاله كويس، يعني مش واضحه في الشغل كويس،
فلازم يبقى في جهد اكتر من اكرم توفيق في الطلوع مع حسين شحات في الجنب اليمين. وزي ما قلت لك انا وجهه نظري انه شريف لازم ينزل وبعد شويه احمد عبد القادر ينزل، يعني يبقى احمد عبد القادر ناحيه الشمال وشريف في العمق وبرسي تاو على اليمين وقفشه تحت راس الحرب. صحيح. بس طبعا يبتدي عادي بالشحات، بس قفش دلوقتي شريف ينزل عشان الزياده العاديه جوه ال 18، وخاصه ان الثلاثه اللي ورا مش عاملين لك الزياده كويس في الزياده انه يزود على نص الملعب زي ما كان حمدي فتحي بيعمل. فدي نقطة مهمة، وفي طبعا حاجات كتيرة ممكن نتكلم عليها، بس عشان نتكلم بقى بعد الماتش ان شاء الله ربنا يوفق باذن الله. كابتن عادل، افتقدنا الحلول الهجومية وخصوصا بعد هدف الرجاء وصعب علينا الامر. عشان المساحات. ولا انت عامل عمق دفاع كبير قوي، رغم هذا الجون جه كرة طولية. يمكن انا قلت لك كابتن ايمن قبل المباراة واحنا بنحلل بدايه المباراه، قلت لك انه الرجاء عنده خطوره في الكور الطويله، واتمنى من لعيبه الاهلي ان هم يحافظوا على اول ربع ساعه علشان الحته بتاعه اللعب الطويل والضغط بتاعهم. ولكن في الاخر اقدر اقول لك الرجوع سهل، بس نزولة ياسر ابراهيم من وجهه نظري، يعني ياسر ابراهيم ما كانش بديل الامثل. يعني انا كان ليه وجهه نظر انك انت تقدر تلعب بمحمد شريف في الاول. محمد شريف وبرسيتاو وحسين الشحات ثلاثه فراوده، هيبقوا ثلاثه فراوده كويسين قوي. وانزل مجدي قفشه جنب ديانج ولاعب حمدي فتحي مكانه. هتقول لي نص الملعب كده هيبقى ضعيف؟ ما هو حمدي فتحي هيطلع في نص الملعب. محمد فتحي اصلا معمول عشان يطلع. وبعدين انا بعملها ليه؟ علشان انا عارف الفرقه اللي قدامي بتلعب ازاي، هما بيلعبوا ازاي، بيلعبوا 4-1-4-1 مع ما فيش الا حميد احداد اللي بيبقى على الثلاثه السردباكات، يبقى انت محتاج منهم ايه؟ بالعكس هم مزايدين في نص الملعب، عشان كده بيلاقوا بعض في نص الملعب. عشان كده يا كابتن ايمن كان المهم انك انت تبدا انت يدك الاعلى، لانه هو الفرقه مش زي زمان، مش مخيفه. الفرقه مش مخيفه والله، مش زي زمان يعني. فانا بقول انه لازم التغييره دي تتعمل حالا، وبعدين حته ياسر ابراهيم لا يطلع عادي ويعوض يعني. كابتن اسامه، حلول مستر موسيماني الشوط الثاني، تدارك اخطاء الشوط الاول وتعويض الهدف والرجوع للمباراه مره اخرى. الشوط الثاني لازم بين الشوطين مباشره موسيماني لازم يغير طريقه اللعب، يرجع ل 4-2-3-1. ما ينفعش دلوقتي وانت خسران بالشكل ده تلعب زي ما انت بتلعب 3-4-3. لا، لازم تغير طريقه اللعب 4-2-3-1. خروج واحد من الاثنين، ايمن اشرف لياسر ابراهيم، ايمن اشرف لياسر ابراهيم يخرج وينزل محمد شريف. انا يعني رايي ايمن اشرف اللي يخرج ويفضل ياسر ابراهيم دفاعيا اقوى مع بدر بنون، وتلعب محمد شريف قدام تزود الكثافه الهجوميه، وقفشه يكون من تحتيهم. الطريقه المعتاده للنادي الاهلي. شفنا الشوط الاولاني جبهة الشمال كرات عرضية كتير من علي معلول لمين؟ برسيتو قصير، حسين الشحات قصير، محمد مجدي قفشة قصير، ما عندكش حد بيطلع يشارك في الكرات العرضية. محمد شريف التواجد الهجومي في منطقة 18 مطلوب الشوط الثاني، خاصة احنا شايفين الرجاء متمركز عامل يعني دفاعات بشكل كبير، فأنت محتاج حد يكون في 18. كرات عرضية راحة جاية بس عايزة حد يخلص. أتمنى إن شاء الله يبتدي كده، إن كل دقيقة بتمر من المباراه يعني بتدخل اللعيبه في استعجال اكتر. فاتمنى يبدا من بدايه الشوط الثاني بنفس الشكل اللي انا بقوله ده باذن الله. كل التوفيق للنادي الاهلي الشوط الثاني، وباذن الله باذن الله النادي الاهلي يرجع للمباراه سريعا، لان احنا عارفين يعني دول شمال افريقيا في حته اضاعه الوقت، ولما بيكونوا متقدمين بالذات. عموما شريف نزل فعلا مكان ايمن اشرف زي ما توقعوا نجومنا الكبار. كل التوفيق للنادي الاهلي الشوط الثاني، ونرجع لحضراتكم مره اخرى بعد الفاصل بعد نهايه احداث المباراه. ارجوكم انتظرونا.